احنا رجعنا تاني عشان نتكلم في نقطة مهمة جدا جدا احنا اشرنا ليها في المقدمة. اتكلمنا عن قناة مصر قرآن كريم الجديدة، واللي تعتبر اول قناة قرآن كريم بأصوات مصرية 100%. الخطوة دي مهمة جدا 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 ومفرحة جدا لأي مصري متربي ومتعود على الأصوات المصرية المميزة، اللي هيفرح جدا جدا إن هو يرتبط بيها أكتر، مش بس من خلال الإذاعة، لا من كمان التلفزيون. منورني في الاستوديو الشيخ أحمد إسماعيل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. فضلت الشيخ، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الخطوة دي يمكن ناس كتيرة قوي بتشوفها إن هي يعني خطوة إنقاذ التراث المصري والجيل الذهبي من الأصوات اللي هي بنشوفها إنها يعني أصوات كده ذهبية من خلال قناة مصر قرآن كريم. الخطوة دي أهميتها إيه؟ بداية أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن القرآن الكريم إن كان نزل في الحجاز فإنه قرئ في مصر، ومصر رائدة في هذا الفن بلا منازع، لم تسبقها إليه أمة من الأمم، وإلى الآن ولا زالت الأصوات المصرية تغزو العالم بأجمعه في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية شرقا وغربا، يتلى فيها القرآن الكريم بأصوات مصرية. حتى إن الأجانب يعني الناس غير المتكلمين باللغة العربية الآن يقرؤون القرآن الكريم متبعين في ذلك النهج في المدارس المصرية. فخطوة إن تبقى في قناة مصرية تنقذ هذا التراث من أجمل وأعظم الخطوات التي يجب أن تثمن من كل الجهات. فيعني إحنا كده بننقذ جيل أمة يعني في أزهى عصورها، يعني أزهى عصور القراءة. القرن الماضي أزهى عصور القراءة في العالم بأسره في مصر. في القرن الماضي نشأت مدارس مصرية خالصة قرأت القرآن الكريم وأبهرت العالم يعني بشكل غير مسبوق. فيعني هذه خطوة يعني من أعظم الخطوات التي اتخذتها هذه القناة. يعني إيه اللي بيميز القارئ المصري عن أي قارئ تاني موجود في العالم؟ مش هقولك بس في النطاق العربي، لا، في أي قارئ تاني موجود يعني في العالم بيميزه، يعني بيخلي ان المصري فعلا اولا بتعرفه من صوته، بتعرفه من طريقه الالقاء والترتيل نفسه. محتاجه اسمع من حضرتك. خلينا نتكلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. فده النبي عليه الصلاه والسلام وضع قانونا لقراءه القرآن الكريم، قال اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. ومصر هي بيضه العرب وجوهر العرب والإسلام والمسلمين في مصر. لما هاجرت القبائل العربية واستقرت في صعيد مصر وفي شمالها وامتزجت بالشعب المصري ونشأ الأزهر الشريف، حافظ على تراث هذه الأمة في لغتها وفي أصواتها وفي حتى في طريق تفكيرها. ثم بعد ذلك أضيف عليها سر الحضارة المصرية الذي كتب له الخلود وإلى الآن. فالمصريين أصواتهم عربية 100%، لا تصل إليها عجمة الأعاجم ولا الأصوات المزمومة التي كانت منتشرة قديما في اللهجات العربية. فمصر لأنها بلد حضاري استطاعت أن تأخذ من كل شيء أحسنه ومن كل شيء أفضله وأجمله، ثم بعد ذلك طوعت قراءة القرآن الكريم للأصوات والألحان العربية، ثم قرأت القرآن الكريم بكل المقامات. يعني احنا عندنا القارئ المصري بيقرأ بكل المقامات بأشكال يعني لا يستطيع أحد، يعني لو انت مثلا جبتي فرقة موسيقية متكاملة، هذه الفرقة لا تستطيع أن تؤدي كما يؤدي قارئ مصري واحد يقرأ القرآن الكريم. وعندنا طبعا يعني أئمة أعلام في هذا الميدان زي الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله، الشيخ علي محمود، والشيخ أحمد ندى، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ دي مدارس حصري
كل دي مدارس قائمه بذاتها. يعني الاسماء اللي انا ذكرتها لحضرتك دي هذه مدارس مستقله، يعني كلها كل مدرسه تفرعت بعد ذلك فروع كثيره جدا جدا، وليس للعرب والمسلمين والمصريين صوت اعظم ولا اجمل من صوت الشيخ محمد رفعت الذي انتقل على ما يزيد من على 70 عاما، ولا يزال الناس الى الان يسمعونه وينبهرون بصوته، ولا زال اعجازا موسيقيا حير المتخصصين وغير المتخصصين في هذا الصوت النادر. هذا الصوت هو صوت مصري 100%. لا كمان حضرتك يعني اشرت لنقطه مهمه جدا، يعني على فكره المدارس. نعم. اما بنيجي كده نفتح اي قناه من القنوات الخاصه برضو بالقران الكريم، نعم، ونيجي نسمع يعني قراء غير مصريين، نعم، احنا ما بنكونش يعني بودنا يعني عارفين مين ده ومين ده، يعني شخصيته في القراءه مش واضحه، كلهم شبه بعض، يعني ده يعني راي نقدي محايد جدا. لكن لما بنيجي نسمع دي قراءنا المصريين، انت حضرتك بتبقى عارف ان ده يعني الشيخ محمد رفعت، وعارف ان ده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وعارف ان ده الشيخ الطبلاوي الحصري، اي يعني كل الفئات وكل الاصوات بيبقى ليها هويتها وشخصيتها وجمالها في الاستمتاع بان انت بتسمع القران الكريم. القارئ المصري بيمتاز ان هو ما بيقلدش، يعني بيجنح دائما الى الابتكار، يعني هو دائما مبتكر. حتى القارئ الواحد في اوقات حياته على فترات حياته تلاقيه بيتغير، في اول حياته وهو في شبابه غير، وهو في منتصف عمره غير، وهو في اخر حياته. بس ده ملوش علاقه بتغيير طبقه الصوت نتيجه السن، احنا بنتكلم كموهبه. القارئ المصري بيحاول دايما يبقى له شخصيه مستقله، غير القارئ اللي هو بيقلد وخلاص، بيحفظ نغمه ويمشي عليها من اول القراءه الى اخرها. القراءه المصريه مش كده، القراءه المصريه بتؤدى وبتدبر وبخشوع واحساس للمعاني، وتلاقي القارئ المصري بيضفي روحانيه على قراءه القران الكريم، لانه بيبقى فاهم، بيتدبر معاني القران الكريم وهو بيقرا. ليس الامر ان هو الانسان يسرد آيات ويمشي على نغمة معينة، لا، الموضوع القارئ المصري بيتعمد أو بيصور القرآن الكريم بصوته. تسمعي القارئ المصري كأنك بتشوفي مادة مصورة قدامك لمعاني هذه الآيات، وهو عارف بيبدأ إزاي وبينتهي إزاي وبيقرأ من أني مقام وبيبدأ بأني مقام وبيختم إزاي. يعني الحكاية ما فيهاش عشوائية، ده موضوع معقد جدا. يعني القراءة في مصر دي موهبة ولا دراسة ولا دي فيها عوامل كتير جدا بتجمع ما بين الموهبة، أول حاجة ده الأساس، بعد كده الدراسة، بعد كده البيئة الحضارية. البيئة الحضارية مصر بيئة حضارية خصبة للأصوات، ليست موجودة في أي مكان في العالم، سواء في قراءة القرآن الكريم أو في الإنشاد الديني أو في الغناء، في كل المواهب الأصوات المصرية من أجمل ما يكون. يعني لا تفضلي، لا هي فيها يعني خشونة الصحراء ولا هي فيها نعومة الحضر، ولكنها تجمع بين الاثنين. كمان الخطوة المهمة جدا في القناة مصر القرآن الكريم إن هتفتح الباب إن هي يعني تسمع أكتر وتتيح الفرصة لمنشدين وقراء جدد. يعني الخطوة دي برضو إن إحنا ما نوقفش على الزمن الماضي، لا، كمان يبقى في تجديد للأصوات واكتشاف المواهب بشكل كبير. الخطوة دي برضو أهميتها إيه؟ أهمية، شوفي، أنا عايز أقولك إن مصر غنية، يعني أكبر قوة وثروة في مصر هي ثروتها في أولادها في أبنائها. انت حضرتك لو نزلتي مصر ولفيتي في المراكز والقرى والنجوع هتشوفي العجب العجاب. اما تلاقي واحد فلاح ما درس اي حاجه وحافظ القران الكريم عن ظهر قلب، ومع ذلك صوته من اجمل ما يكون، ولا اجمل موسيقار يخطر على بالك يقدر يقرا بهذه الطريقه. من اين اتى بهذا الكلام؟ من اين اتى بهذا الفن؟
أين تعلم؟ مصر ممتلئة يعني مليئة بأولادها اللي هم أصواتهم من أجمل ما يكون، وإحنا بنشوف يعني حتى السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي فتحت الباب أمام كثيرين ممن لا يستطيع الإعلام أن يصل إليهم أو لا يستطيعون الوصول إلى الإعلام، تدخلي تشوفي عجائب من أجمل وأرقى وأنقى الأصوات. الخطوة اللي اتخذتها القناة في البحث عن الأصوات الجديدة ده هيفتح آفاق جديدة لقراء جدد إن هم يظهروا على الساحة، ولمنشدين إن هم يملأوا الدنيا شرقا وغربا بهذا الفن العربي الأصيل المصري الذي تخصصت فيه مصر عن سائر الدول العربية والإسلامية. سؤالي الأخير لحضرتك، تفضل. الخطوة دي قد إيه هتبقى إضافة مش لمصر بس، للعالم العربي كمان؟ إحنا محتاجين طبعا نسلط الضوء على أصواتنا المصرية وعلى حياة قرائنا وعلى طبيعة القراءة المصرية، لأن الموضوع ده هيفيد العالم كله. هنقدر نوصل بصوتنا إلى مساحة لا حصر لها في كل البلاد الإسلامية والعربية، وهنقدر نوصل بالقرآن الكريم إلى أكثر نطاق ممكن. فدي من أجمل وأعظم الخطوات التي اتخذتها هذه القناة. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا فضلت الشيخ أحمد إسماعيل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية على كل التفاصيل والإيضاحات المهمة دي. وطبعا يعني الخطوة العظيمة والمبهجة يعني لمعظم الشعب المصري. هنرجع تاني ونقول لحضراتكم تردد القناة. تردد القناة على النايل سات هو 10.85.3، هو ظاهر كمان دلوقتي على الشاشة مع حضراتكم. خطوة مهمة وعظيمة، وكان لازم ان احنا يعني ما نعديش عليها كده مرور الكرام، لا احنا لازم نسمنها ولازم نشوف ابعادها ايه وقد ايه هي هترجعنا وتعيشنا اكتر في النغمات والحالة الروحانية الجميلة جدا اللي احنا عشناها قبل كده من خلال الإذاعة، وكمان هنعيشها من خلال التلفزيون. طبعا اشوفكم على خير بكرة، وتقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، إلى اللقاء.